برضو يا سلمى عملت اللي في دماغك وقدمت طب شرعي؟ انت لحقت تكلمهم في الشؤون؟ يا ساتر عليك. طب اعمل ايه؟ كنت عاملها لك مفاجأة. ولا كأننا متكلمين امبارح ساعتين ولا متفقين. لا 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 لا، اتكلمنا اتفقنا. لا انا فكرت وحسيت ان انا عايزة اكمل في الطب الشرعي بس. ايه ايه بقى ده؟ يعني انت كده زعلان يعني؟ انت شايفة ايه؟ شايفة ان احنا نطلع على اي كافيه تعزمني على حاجة حلوة واشرح لك وجهة نظري. وليه نطلع على كافيه؟ اتفضلي اشرحي لي وجهة نظرك، علشان لو ما اقتنعتش احنا لسه فيها وقريب من الجامعة، هتدخلي تغيري، لسه قدامنا وقت. سليم، انا مش هغير التخصص. يا بنتي هو عنده خلاص؟ سلمى يا حبيبتي انا ممارس سنتين ومن الشغل بره، بقول لك ان حوار الطب الشرعي ده ولا هيقدم ولا هيأخر، في الاخر هتلاقي نفسك مجرد موظفة ولا هتعرفي تفتحي عيادة ولا تعملي اي حاجة. وانا ايه اللي يخليني افتح عياده؟ انا عارفه ان انت بتحب شغل العيادات بس ده مش ستايلي. طيب خلينا نتكلم بشكل عملي. انت هتبقى مشغول الصبح في المستشفى وبعد الظهر في العياده. انا بقى شغلي في الطب الشرعي هيخليني فاضيه بعد الظهر، يعني بعد الجواز هبقى بعد الظهر رايقه للبيت. ترجع البيت كده تلاقي كل حاجتك متظبطه، صح ولا لا؟ سلمى يا بنت واصف، ما تخشليش بقى انا مسكت بعد الجواز وبيتنا ومظبطه لك كل حاجه والكلام ده، علشان مش هتعرفي تثبتيني. احنا دلوقتي بنتكلم عن مستقبلنا. ما هو مش معقوله اكون قضيت 7 سنين في كليه الطب وتكليف و5 سنين ماجستير وابقى مش عارفه انا عايزه ايه. انا عايزه طب شرعي وخلاص قررت. سيبني اجرب، لو ما عجبنيش اروح الكليه ونغير، سهل. ماشي يا لمضه، تحبي نروح على فين؟ ايه ده، هو انت مش قايل ان احنا النهارده هنتفرج على الشقه؟ يلا بينا على الشقه. صحيح. طيب قبل ما نمشي ده اخر كلام؟ لا كده كتير، هنزل اخد تاكسي. يلا يا سليم. هنشوف اخرتها. اخرتها حلو. ايوه يا بابا، بس هو كده يبقى ما عملش حاجه في موضوع الشقه؟ ازاي سلمى تقترح عليك حاجه زي دي من غير ما ترجعوا؟ ما انا بستفتك. يعني رفضت؟ لا اقتنعت. والله بابا دلعك الزياده ده هو اللي فرعنا. كلكم اتدلعتم وانا بربيكم. وبعدين هو ايه الجديد؟ الشقه طول عمرها باسمها من ايام والدتها، وكمان فلوس الايجار كانت هي اللي بتتصرف فيهم، وكانت دايما بتحسن التصرف. بفرح لما بشوفها عارفه طريقها في الدنيا، ومتاكد انها لو وقعت هتقدر تقوم تاني. حتى لو قدام الناس كنت بساعدها او بساعد جوزها، مش عايزه اتقل ظهرها بعمول زياده. عايزها تجري تجري. فهماني يا علا؟ فهماك يا حبيبي.